مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله، ومساء الخير عليكم جميعا في الموعد. هذه الشرفات المسائية المطلة دائما على كل مدائن الإبداع، نتشارك من خلالها حكاية المساء وقهوة المساء. نتمنى أن تسعدوا دائما برفقتنا، واليوم برفقة صاحبة القهوة الأصيلة وصاحبة الحرف الأصيل، صاحبة مشوار في الشعر قريب من الناس، دائما يتحدث عن صدق الحرف اللي بيصل للجميع. دشنت مؤخرا مجموعات الشعرية الريادة الحتالة الأولى، وحديث الحتالة الأولى يمكن سؤال كبير حنتحدث عنه من خلال الحلقة. شاركت أيضا ضمن اللجنة الثقافية المصاحبة في كأس زايد بأبو ظبي، وأيضا كانت في معرض الشارقة للكتاب. فسعداء اليوم نتحدث عنها معها عن مختلف الموضوعات في الحكاية للحرف والوجود الشعري وأشكال مختلفة لوجود الإعلامي ووجود الحرف. نرحب بالشاعرة والإعلامية نضال حسن الحاج. مرحب بكم ومساء الخير عليك. حبابي ومساء النور عليك وعلى كل المشاهدين، تحية وتقدير واحترام ومحبة. مرحب بك وألف مبروك الريادة الحتالة الأولى. الله يبارك فيك إن شاء الله. والتأكيد الناس كلهم سألوك عن العنوان الحتالة الأولى دي. سر الحتالة الأولى، الناس دائما كانت بتجمع الحتالة مع الأولى، فبيقول لي في حتالة أولى وحتالة ثانية. الأولى تابعة للريدة، يعني هي ريدة حتالة أولى، الريدة الأولى والأخيرة، البكر والحتالة. أي صح، ويمكن يعني كل الناس متشوقين دائما يشوفوا مجموعة شعرية لنضال. كل الناس اللي بيسمعوا بيتابعوا نضال بالتأكيد هو يعني مجموعة شعرية يعني في رأينا جميعا يمكن تأخرت شوية. أي صحيح فعلا، يمكن الحاجة اللي طبعت لي كانت 2007 وأنا طالبة في سنة أولى جامعة، كانت مسابقة جامعية. القصائد الفائزة في المسابقة تم طباعتها في ديوان مجموعة شعرية. دي كانت أولى 2008 2007 2008 دشنت، وتعمل لنفس المجموعة دي كاسيت عبر أروقة، لهم التحية. المسابقة الأولى كانت عبر صندوق دعم الطلاب، وبرضه لهم تحية والقائمين على أمره. فدي كانت الإطلالة الأولى كده، لكن عليه خفيف. الوقت ذاك لسه ما كانت ما في شهرة يقولوا عليها يعني، وليها زي ما في شهرة يقولوا عليها، لا في شهرة يقولوا عليها الحمد لله. فعشان كده يمكن دي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إنه الناس استغنت بالصوت بالذات للشعر الدارجي. بتحس إنه معظم الناس بتحب تسمع أكثر من إنها تقرأ، لأنه شوية بتحس إنه ما بتقري كما يجب يعني. فدي واحدة برضو من الحاجات اللي كانت يعني كنت مركزة على الصوت أكثر. يمكن لحد 2008 لحد 2011 كانت الثورة بتاعة السمع، يمشوا الناس الأسواق ونزلوا من الكمبيوترات القصائد وخلاص. لكن مجرد ما جات الفيسبوك من 2010 ولي جاي نعنى شوية بالناس، فبقت في ثورة بتاعة قراءة، الناس بتفتش إنها تقرأ عشان انت تحافظ على مادتك من انها تكتب كما يشاء الذين يكتبون يعني. او التحيه للناس اللي بيكتبوا كلهم، بتحاول انه تنزل مادتك بطريقتك، دي كانت الفكره توثق ليها عموما. وجميل كمان انه الريادة الحتالة الاولى غير انها ديوان مكتوب في ديوان صوتي. ايوه صحيح. انا زي ما قلت قبل انه دائما الشعر الدارجي وزي ما بيقولوا اهلنا الجول فيه بيكون سمح من خشم سيده، حتى ما كان سيده، المهم هو جول في النهايه. لكن القراءه فيه شويه بتكون حتى الزول لما يكتب القصيده ذاته المره الاولى والثانيه بيقراها كده وهو يعني بتلكع فيها. فعشان كده السمع افضل بالنسبه للشعر الدارجي. صحيح، وحتى يعني في تحديات كثيره يمكن للطباعه والنشر. حتى الريادة الحتالة الاولى يمكن احنا شفناها من قبل رمضان، الديوان موجود. صحيح. ومطبوع يعني، لكن فهم التدشين شويه تاخر. ايوه نحن نرجع نتكلم عنه، لكن نسمعك قصيدة. طيب يمكن واحدة من الحاجات برضه داير اشير لها انه طبعت عندي تحت الطبع ثلاثة مجموعات تاني. دي الأولى كانت قسمتها بناء على المواضيع اللي تناولت بها القصائد. يعني مثلا ريدة الحتالة الأولى بتلقي شعر الريدة كله في ذات الموضوع، ريدة شوق حنين محبة وين انت مالك طولت كده. لكن القصائد الدواوين الثانية في واحد عن الوطن وأمي وأبوي، والديوان الثالث عن غنائيات، والرابع رباعيات.
فعشان ما اظلم القصايد واخد دي هنا وابقص دي هناك، لقيت القصايد ما شاء الله كثيره شديد. احنا الليله حنسمع منه ان شاء الله باذن الله. طيب انا ابدا ليكي، نبدا بها هي ذاتها. ريد الحيتان الاولى، يا ريت والله. بدل ما تقولي مشتاقين عشان يضحك ويقول بالاكتر، اضحكي ضحكه فيها براءه واكتبي نص معقد اكتر. اكتبي حاجه تفتح قلبه، قول له قلبي قاعد يتوتر، ارجف نبضه مني لقاك وضخ الدم كمان بتوتر. اكتبي له حاجه غريبه، حاجه غريبه مثلا، ريدي ليك تركتر المطر اللي بغرك سيلة قطعت دايرة ليها تركتر. وقول له قول له طيور الجنة مجنونات، رقيص أشتر هلامات شان يشوف الجنة لا عرف الرقيص اللي أشتر. اكتبي حاجة أحلى وأدفى، حاجة أحلى وأدفى مثلا زي عيونك جنة حاجتين فيهن البتمنى. أو قول له دقيقة استنى هاك قلبي عليك أحن من حن السفن بالمرفى. اكتبي له حاجة بدورة، حاجة بدورة قول له عندي ليك دكتورة يتحدى الدكاترة تريدك القدام صدقا وصورة. قول له الريد بيبيح في عرفه حاجات ما في ليها ضرورة، والريد عيد ولا بيحتاج له ليه رؤية هلال لا وقفة. قول له هسه مش لاقيتك، هسه مش لاقيتك اتذكرت حاجة وجيتك، انت مشيتني سكة بعيدة بيها اليوم داك حجيتك، انت تكوس علي في بيتنا وانا باختصار غشيتك، انت فتحت لي باب قلبك الوراني وانا خشيتك، خلصة دخلت من نحزاني وانت سمعتني وحسيتك، مركت تكوس علي من تاني، مركت تكوس علي من تاني. مالك يا الحبيب جنيت؟ يقول لي لا ليال مالياني، ليه وجع السنين حنيت وقلت اضهب من قلبي وادعي بيننا ما فيش عرفة. يا اخو قول له قول له جيتك احلى من شاي اللبن بالقرفة، وشوفتك اغلى لي من زول معلم الله جاته الصرفة. عصفور انت ركن كرعفي كرع عن قريب، بالصدفة مبسوطين بشفع بيتنا رافع لي وقزاز الكلفة. يا اخي دقيقة دقيقة، قول له حاجة ما لقاها قبال، شوفي ليك طريقة. اي نعم انه فاهم جدا هاي الحقيقة حقيقة، لكن دايرة لي فت كلمة ديل الكلام ما يعيق. اقول له يا نضال فت حاجة، فت حاجة لا ترجن لا كبسيبة، كلمة يكون شديد بحتاجة. وش نخصاه في النص المعقد اكتر، وش نخصاه في الشوق الولا بتمتر، اصلا لا بتزر المطرة لا محتاج عشان تركتر، لا خصاه طيور الجنة لا هم الرقيص اللشتر. قول له حاجة، قول له حاجة ما بتتنى وبنها في القصايد ما جا، حاجة براها تتقريف له وعرف يكفي ليها مزاجة، أكبر من تقول أغاني واروع من تسلم روح ليس مع البعيد والداني. حاجة عشان يقول غناك محتاج ألف معجم تاني يشرح رابطة وأبعادة، سلم قدرة الوجدان أشطبي يلا أكتبي تاني، أشطبي يلا أكتبي تاني، أكتبي تاني حاجة بسيطة، حاجة بسيطة. عينيك يا الحبيب نيلين وقلبك للكتابة محيطة، عينيك النصيحة نصيحة مرقت مني سهم الوجعة، يوم لاقتني راقدة جريحة. عينيك ديل قوانين قتلي دولي وحايمة بتصريحة، متعبة يوم تقبل مني لكن في الحقيقة مريحة. عينيك ديل يا أخي عينيك جداوي الألمي، نخلة وبمبرين وصبيطة. يا أخي أنا مالي حاسة كأني مسرفة في الكلام وعبيطة، فتت كلمة غمدي باختصار قوليها أو قول له جات في حل. مسيبك من كلام الشعر حكمتنا زهيرة وسلمة، خليك واضحة طلت قمرة في دورين قصاد الظلمة. قول له انت عارفة الكلمة خلي المسكنة وقوليها، كم حول واتيال مسكينة كاتمة قدر ده صابرة عليها. يا أخي نيفاشة حلوا نقاشة وسد النهضة عرفوا البيها، ومشكلتي انك انت تقولي فتت كلمة ما تحليها، قوم خليها قوم خليها. لا خلاص بقولها بقولها بقولها. يا اخي انا وانت يا محبوبي ماخدين في التفاني بطولة، عيني شايلة منك شوفة وعينيك حاجة ما معقولة، عينيك حاجة ما معقولة. يا اخي والله انت الحاجة ما معقولة، قوم خليها قوم خليها. لا خلاص بقولها 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 بقولها. يا أخي بريدك، أيوة بريدك، الريدة الجميلة فصولة، الريدة القدر يتخاصموا بالناس بتدي حلولة، ريدة زكاتها تدي ثلاثة أضعاف كل ما حال حولة، ريدة حتالة أديت البحر ما شالة، سيدة محلي قبل وشه في عينيه وتقرى الحالة، ريدة حتالة
ريدة خجولة آخر ريدة لكن أولى. يا سلام يا سلام، وكذا بقت واضحة يعني الحيتالة الأولى. تحية لك. وكنا بنتكلم عن تحديات النشر والطباعة، ويمكن زي ما ذكرنا يعني المجموعة موجودة من زمن طويل. خلينا برضو نتكلم في الجانب ده، التحديات اللي واجهتك وصولا للتدشين. طيب أول حاجة يمكن أنا لما قررت إنه حأطبع، زي ما قلت لكي أنا ما أعرف مكشوفات حال مع قناة الشروق دي كله، ما أجي بكون حلقي منتهي، فيبدو إنه حظي معاكم ما سمح للرسالات للمشاهدين. أنا لما قررت إنه حأطبع، قررت أطبع زي ما قلت لكي مجموعة كاملة من 4 دواوين صنفت زي ما قبل ذكرت لك وللمشاهدين. الكلام ده كان بالضبط يوم 17/9/2017. أنا كنت وقتها في العاصمة الصينية بكين، فبدأت أجمع القصائد على أساس إنه أصنفها. بعد ذاك بقت مسألة التنقيح، يعني أنت بتكون كاتبة الحاجات ولاقيها، لكن عشان تراجعها وتصلحها وتلملمها، الحاجة دي استغرقت 6 شهور بجهد متواصل. دي كانت أصعب المراحل. وده ليشنو؟ ده للريدة الحتالة الأولى فقط، ما للباقيات. فالتحية من هنا لهناء إبراهيم، زول الكتابة صاحبي الرائعة، يا زول أنا قاعدة أسميها بتروحي ما صاحبتي. فهي بجهد عظيم منها وتشجيع قوي كانت الريدة الحتالة الأولى جاهزة في شهر 3. سبحان الله، في قصة الطباعة كانت بجهد شخصي، يعني أنا بدأت أطبع عليه روحي، فكانت الطباعة ما أخذت وقت، يعني كنت خير ناس مطبعة كرري، يمكن سلموني 500 نسخة في أقل من أسبوع، فما كانت أخذت وقت. يبقى القصة ما إنه أنت بتطبع، الطباعة ما فيها إشكال أو النسخ، لكن المشكلة إنك كيف أنت تلاقي الأساتذة اللي بيعملوا لك مقدمة ديوانك، يفضوا 200. أنا دار أدي تحية كبيرة لأستاذنا محمد طه القدال وأستاذ السر السيد، وهم اللي قدموا لي المجموعة، كتر خيرهم مشكورين يعني، ولكل الأساتذة والشعراء الكبار وزملائي اللي وقفوا معاي لحد ما طلع الريدة الحتالة الأولى بيتوب، ويعني الحمد لله كان حاجة كويسة. صح، ويعني احتفتي به وكذا، يمكن هو ذاته يعني شكل الاحتفال كان واضح الفرحة. جنى عقر. الناس كلها تتساءل إنه أنا بكتب الشعر من عمري 10 سنة، بديت أظهر للإعلام وأنا عمري 19 سنة. الكلام ده يعني كان 2007، فوين أنا من 2007 لحد 2018؟ 11 سنة. ما كان لازم يكون يليق بالغياب، الحضور لازم كان يليق بالغياب. فالحمد لله كان التدشين حاجة جميلة بوجود الناس وأخواني وأخواتي وأبهاتي وأمهاتي وكل الزملاء. بنحييهم والله، وبنحييك كمان إنه الشعر كمان مسؤولية. صحيح. وكون الزول يتعامل معاه بالجدية دي برضو يعني دي حاجة جميلة. التحديات زي ما ذكرنا مختلفة، يعني حتى الطباعة والنشر ممكن حتى على مستوى أسعار أو غيره. فعلا الناس حاجة ممكن يكون عندها فيها أنا مشكلة. كمان دارد أزيدك في الشعر بيت. أنا لما قلتك شهر 3 طبعت 500 نسخة، كان أنا دايرة الحق المهرجان بتاع الشارقة، دشنت فيه التدشين الأول دشنت فيه. لما جيت راجعة بعد 3 شهور بالضبط عشان أطبع 2000 نسخة الثانية، يمكن لقيت السعر ضعفين بالضبط، يعني ما في مقارنة على الإطلاق. في أقل من 3 شهور بقول لك هالحاجات الدولار والأوراق اللي بيجيبوها من برا والحاجات دي، فعلا في تحديات عظيمه جدا. بس احنا اغفلنا الجانب المالي، لانه زي ما قلت لك الطباعه كانت شخصيه. فدي يمكن واحده التحديات اللي بتواجه الناس اللي بيكتبوا كلهم بالضبط، روائيين كتاب شعراء، بتلقى قصه الطباعه هاجس. نحن بنتمنى انه دائما تزلل الصعاب للحرف بالذات، لانه نحن يقيننا انه الحرف والثقافه عموما هي اللي بتقود الحياه. حنرجع نتكلم في جوانب مختلفه عن مسيره نضال وعن خروج الريد الحتال الاولى، لكن خلينا نسمع منك ثاني. تسمع مني؟ طيب امشي لكم اتجاه ثاني، نمر من الريده. تمام. طيب بقول ان احنا الدوشكة والرطني بصهيل بنخبره،
ونحن صغيرنا في الحارات قليل صبره، أنحنا اللي بنقيس المال ولا بنعبره، نحن عدونا قبل نجيه بيفتح قبره، الليفة ساعة المستنجدين متعقط، خوص تدميها من كتر البعقر تنقط، تقول مو ماله للمحتاج يشيل ويلقط، هو زي دم الحجامة، تقول مو ماله للمحتاج يشيل ويسقط، هو زي دم الحجامة بلقطوه وتلقط. ونحن ونحن غيرنا من البياط المحنة، عرب وأفار قصود متوحدين في السحنة، نحن وطننا يا هول في الخسارة ربحنا، نحن جبدنا حوم الفنقة واتلحنا، ودي ريدة اهدي يا ربي الهلكني عذابة، وزي حال الحديد في النار عظامي عذابة، أكان ما خاف يقولوا نضال بقت كذابة، قضيت تحير الحكومة بيا حزابة. ويا سيادة الرئيس أنا عندي ليك عريضة، كتابة واضحة بدمي وحروف عريضة، دكتور وجعت المنهجر روحي مريضة، وجهه للمعصوم نازرة ريت فريضة، ريدك بيه بالليل والنهار بتونس، ولا طاولات حوار بتحلو لا بتحنس، وحاطة نظف الفضة بالجواري الكنس، قدر ما كنسك من قلبي ما بتتكنس، وقدر ما كنسك من دمي ما بتتكنس. تحية احنا مرقنا من ريدة وجينا تاني، شايفك ما هو ما بتتكنس دي معناه موجود في كل المداخل. روحي طبعا محتاجة لحاجة أقرأ منها بالذات يمكن القصائد اللي كتبت في الفترة الأخيرة ما وفقت إني أحفظها، لأني قراية وأمومة وشغل وكمية من الحاجات. ربنا يوفقك والله، اتجاهات مختلفة وأنت قادرة يعني على كل الحاجات بإرادتك. جانب نتكلم فيه، وأنت ذكرتي إنه عندك مجموعة غنائيات، فخلينا برضو نتكلم، أنت كتبتي أغاني ولحنتي كمان مؤخرا، حنتكلم عن تجربة التلحين، لكن خلينا نتكلم عن الكتابة للغنى. كل الناس اللي بيكتبوا للغنى يعني دائما بتسالوا السؤال ده، في انه الواحد بيجي بيكتب بيقول انه هي دي اغنيه ولا تكتبي وبعد ذاك الفنانين هم بيختاروا. يمكن انا قبل كده انا وانتي تناقشنا في الموضوع ده، لكن كويس السين اقوله قدام المشاهدين انه احنا بنكتب اول حاجه القصائد ما بتختار انت تكتبها، ولا بتختار الشاكل اللي انا شخصيا، ولا بتختار الشاكل اللي بتجي عليها. انا مره بديت اكتب إذا طهر العشق بقليك وجب غسل الجسد بالضي، وإذا ضل المقيل عينيك فرض تتوقى بعيني، يا سلام. وإذا كان العلاج عندك فمرحبتين حباب الكي، وإذا زرعك نبت في الجوف شنو ما بيبقى فوق الصي. بديت عاطفية، بديت ريدة كده، فجيت لقيتها مشت مطر أمنك خريف، قلبا معود يومي يحسد خوف، وسحاباتك تبل عرق العطش في الجوف، مرحبتين حباب وعماي، إذا ما كنت أنت الشوف، إذا ما كنت نبض الروح دو الجرح النبت في الدوف، فلو تأذن بدور أسأل منو الأداك تذاكر رجعت الزهر الكساه الطل، ومنو الخلاك بين أشعار تجاوب لما تسأل، هل يجوز أهديك رزاز غنوات مربط احتمال الحل، إذا كان الجواب ممكن منو الخلاك فينا وطن ملان إيمان من الفاضي ومعبى من المسافة سكن، منو الغناك وبيك رطن، من السندك عليه ظهر الزمان شو ملاك محن. القصيدة أنا كتبتها يعني تدريتها كده، لقيتها ماشة وطنية، فيمكن الحبيب يتغمص شخص الوطن أو الوطن يتغمص كلهم كده دائما بيقولوا ما منفصلة، فيلا القصيدة زي ما قلت لك ما بتقدر تسيطر عليها بتتمرد. والقصيدة كان ما تمردت ما بتسمح سماحتها انها تلاويها وما تقدر تكون عليها، صادقة طبعا هي يعني في الجانب ده بتكون اصدق. يلا الغنى بنبي نفس المقياس، انا ما بكتب عشان اقول حاجة قصيرة ولا طويلة، بكتبها متين ما وقفت حسيت الفكرة اللي عندي كملت كده خلاص القصيدة وقفت هنا. فبالتالي القصايد كلها غنى، يعني ممكن تشيل لك قصيدة فيها 60 بيت تغنيها، بس وين الجمهور اللي بيسمع أغنية من 60 بيت؟ زمان التحيه لي بابكر الصديق أستاذنا قال لي جربتي يغنوا ليك وكذا، قلت له لا، الوقت ده كان 2008، فقال لي ليه؟ قلت له لأنه قصايدي لحد الوقت ذاك طويلة شديد. قال لي طيب معلومة يشيلوا منها جزء يتغنى، قلت له التاسين جبت ليك الله يكرمك شبشب ليه بيتك؟ قال لي ها. قلت له لقيت انها هي رجلها اطول، حتقص رجلها ولا حتبدله ليها؟ قال لي والله انت فصيحه فصاحه. فده الاحساس انه انا ما بطبق قصيدتي عشان تجي على اللحن، لكن متى ما بيجي اللحن قدر القصيده والفنان قادر يغنيه
والجمهور قادر يحترم أداء الفنان لنص طويل، يبقى معناها القصيدة أغنية ناجحة. صح، والشاعر دائما بيكون عنده إحساس إنه الفنان اللي ما بوصل لك قصيدتك دي فأحسن ما يغنيها. نحن هنرجع يعني نتكلم عن الناس اللي اتعاملتي معاهم، بصمتهم شنو، اختلافهم بإنهم هم يعني أنت رضيتي إنه يغنوا قصايدك، لكن بعد الفاصل حنتكلم عن حاجات مختلفة يعني فاصل حتى بالمناسبة الحروب للمشاهدين يعني للمشاهدين الفاصل ده حيجيبوا لي فيه حاجة أشربها، لكن خليها قاعدة هنا إن شاء الله. والحاجة اللي قبل ما تجي تقول لي جهز لي الزنجبيل، لأنه أنا حلقي واجهني الزنجبيل أيوة. جاهز، لكن أنت اللي أتأخرتي. هرجع بعد الفاصل ومشاوير مختلفة لنضال حسن الحاج بعد الفاصل. تحية المساء لكل الأصدقاء في الموعد وعلى ضفاف في الموعد اليوم هذا المد للريدة الحتال الأولى لنضال حسن الحاج، نحتفي معها بتدشين هذا الديوان ونتحدث عن نضال وخطواته في مشوار الحرف في جوانب مختلفة. مرحب بك من جديد، ويمكن يعني الاحتفاء بالتدشين كان حضور بيتكلم عنه الجميع، ونضال يعني سعيدة جدا بكل الحضور، ودائما بيتكلم عن انه هي ولادة بعد عقر زي ما بيقول. فأي زول لازم يهنيها في الريدة الحتال الأولى. احنا معانا مجموعة من الصور من التدشين معانا من الكنترول نشوفها، جانب للتدشين بالتأكيد كانوا مجموعة من الحضور في ليلة التدشين، فخلينا نعلق على الصور للحضور. يا سلام. تحية لبنك الخرطوم، كان ناس بنك الخرطوم لهم الفضل في الرعاية بعد الله سبحانه وتعالى، فليهم التحية. وأستاذ محمد طه القدال زي ما قلت لك هو كتب المقدمة، غير تشجيع للمبدعين عموما. القاعة ضجت بالحضور، أنا جدا مدينة لهم بالشكر. أمي الله يديها الصحة والعافية جانب من الحضور. صح، وإحنا يعني مؤخرا السيد عبد الرحمن الصادق المهدي صح الحبيب اللواء جمهور للشعر، يعني إحنا زمان دائما لما نتكلم عن الشعر في جوانبه المختلفة كان الناس الجمهور دائما بيتحدث عن الغنى، عن الوجود المسرحي للفنانين وغيره، لكن مؤخرا بقى في جمهور للشعر. صحيح، وده يعني الحضور في التدشين ده دليل على انه فعلا يعني اصبح في جمهور للشعر. ايوه صحيح، انا برضو داير حي أسرة السفارة السعودية يعني كتر خيرهم، جو برضو كان حضور مشرف جدا، وده دليل على انه المفردة الدارجية اتحدت الخطوط الجغرافية. صح، فأمي وأبوي لهم التحية والتقدير. حييهم ومبارك لهم بالتأكيد. أبوي حسن الحاج تحية لهم. كانت الأستاذ ناصري محمد علي يعني له تحية وتقدير، برضو كان من الناس اللي أثروا التدشين وأثروا مسيرتي حتى بالكثير من النصائح. كان حضور أستاذ سمو الخلف الله وعدد من الوزراء ورؤساء التحرير والصحفيين والإعلاميين والشعراء والفنانين والكتاب والمتابعين لمسيرة نضال. صح، واضح يعني من الحضور. وجانب ذكرتيه في أنه يعني الآن الحرف السوداني أصبح متجاوز لحدود المحلية. صحيح، أنت عندك مشاركات مختلفة، يعني مؤخرا شاركتي في كلاسيكو في أبو ظبي ضمن اللجنة الثقافية، مهرجانات مختلفة كنت حاضرة من خلالها خارج السودان، فتجانب نتكلم عن أنه أنت بتكتبي دارجة، ونحن دائما نتكلم عن مشاركات الفصيح، فالدارجة السودانية تقديمها للآخر وقبوله لها. طيب أنا يمكن كانت أول تجربة لي برا السودان كزولة مشاركة باسم السودان كانت 2012 في بيروت، وكان فعلا مهرجان ضاج بالمبدعين، كنا مشينا زي كم 40 نفر وفد كامل، كوميديا وشعراء وصحفيين وفنان فنانة كانت فهيمة لها التحية أستاذة نسرين النمير، فمجموعة جدا كبيرة. كانت بالنسبة لي زولة كده، أنا أداب يمكن حتى في الإعلام السوداني لي سنتين كده متعودة عليهم، كانت تجربة جديدة بالنسبة لي ومخيفة قبل ما أخوضها. لما مشيت اتكلم معي
اتكلموا معايا الناس هناك انه رايك شنو تقري شعر فصيح، انت بتكتبي فصيح؟ قلت لهم انت قبيل؟ قال اني بكتب فصيح. قالوا لي لا. قلت لهم يعني جبتها عشان اقول شعر داري؟ قالوا لي يعني. قلت لهم خلاص انا ببدا بالدارجه. اذا حسيت انه الحضور متفاعل، الحضور كان معظمه لبنانيين، مش لبنانيين ساي، يعني اهل الثقافه في بيروت. تخيلي انه بيروت بتاريخ الثقافي المعروف. كانت المساله شويه فيها يعني زي المجازفه كده. فقريت اول قصيده كانت تقريبا البنطق طق في النار. وبعدها قريت انا لابراهيمك لا رؤياك. الحاجه دي يمكن مصداقيتها بتثبيت الصور الماخوذه من الامسيه. الناس اللي كانوا بيبدوا الصفقه في اللحظه، الشاعر لما يكتب القصيده بحس انه في البيت ده هو عصر مشاعره كده وخدتها في اللحظه دي، اللي بيصفق هو اللي بيسمع بانتباه او اللي بيتذوق. فانا لقيت اللبنانيين بيبدوا الصفقه في اللحظه اللي المفروض انه فعلا يعني انت بتحس انك عصاره مشاعرك كده. فانا كنت فعلا مندهشه اكثر من انه يا شيلاني هوشه اكثر منه دي قرايتي الطبيعيه، لانه حماس كان عالي. القبول عالي جدا. فسال استاذنا تيجاني سال واحده من السيدات اللي على راس الادب هناك فقال لها انت كنت فاهمه نضال دي احنا في السودان نضال دي مفردات دارجيه يعني حقت الريف. فانا شايفك انت كمان بتصفق بتبدي صفقه، انت فاهمه؟ قالت له نضال في زي ثلاث اربع مفردات في قصيدتها انا ما كنت عارفه معناهم شنو، لكن بتعبيره من خلال ايوه لغه الجسد وصلت لي الكلمه دي مفروض يكون معناها شنو مع الجمله اللي قبلها واللي بعدها. فعليه المفرده الدارجيه السودانيه ما في اعتقادي براي انصافا لها هي الاقرب للغه العربيه، مفهومه تماما وواضحه تماما. صح، ان احنا بنفهم لهجه الغير، فليه ان احنا ما بنوصل كلامنا للغير؟ ان احنا اللي في احنا اللي عندنا الرهبه، لكن هم بيتقبلوها تماما. صح، وده دورنا انه نحن نتخطى الحاجز ده ونصل بحاجاتنا للاخر. يمكن دور الاعلام كبير في الحاجه دي، ودور الناس اللي عندهم اختيار، الناس اللي بيمشوا يمثلوا السودان. يعني انت على عاتقك مسؤوليه انك ترسل ناس برا، حقه شويه يركزوا على انه ينشروا حاجتنا، نحن فخورين بها شديد. صح. انا طبعا لما قرينا هسي بعد كبر يعني لقينا انه انتشار الدارجيه على حساب اللغه العربيه ومن الحاجات السيئه اللي حصلت وكده، لكن يبقى الدارجي هو لهجتنا. صح. هو ثقافتنا نحن وحاجاتنا. صح. اللي بنقدر عبرها نوصل. صح، وهو الصادق كيف ما كان بيصل للاخر. بالضبط كده، بالضبط. خلينا نسمع ثاني. طبعا الزملاء في الكنترول والمشاهدين اكيد بيكونوا نفس الشيء. طيب، بيطالبوا بقصيده. كويس اني لميت في الوسيله. بالمناسبه اكثر حاجه ضرت الناس التلفونات، الجوالات والنت. زمان الناس بتعتمد على الذاكره فقط، هسي بقى عندك ذاكره 64 جيجا، عندك ذاكره متحرك بتريح لكن بترهق. نحن شبه بقينا في بيات حفظي. صح. لان انت معتمد انه حاجتك قاعده. المهم الله يهدينا غايته ان شاء الله ونرجع تاني نحفظ. قالت سودانيه نحن، سودانيه نحن الماسي معبنا ورو، تنتر الجبال واخواني ما بنتروا. التاريخ كان ما بين قليلك كرو ديوش الانجليز بيدوشكتهم ما فروا. نحن بندخل الكرنم ديوي ورصاص، ونحن نقابل الجبخانة بالحصاص. خيل لا ترهل الموت غلب القصاص، نجيب التار ونتكر كابنا للقصاص. نجيب التار ونتكر كابنا للقصاص. أهلي بتوبوا البشر قصدهن دار، ويوم الردح في العرك عرف مقدار. الضيف بيضبحوله قبل يحصل دار، والموت بزخيرة بلاقوا بيس الدار. هو لها للسبات والدكر المسلول، وهول يشربك الهينة ويسول حلول. سم اللندرين الفلك بعد محلول، عككز للعماية وقدرة للمشلول. سابل توب عروض وكلمة ما بنقضوها، وإن العفة شيكات وحد بمضوها. خلي العيبة الزايد نضارة وضوها، ديل فراس محاصات والأمور بقضوها. فينا بسالة فينا شهامة ما بتضاها، فينا الببسط الرايقة وبعجب ورضاها. غير أهلي الصغير أي قاسية قضاها، جيوش الإنجليز قل لي من الصداها. لفت دركانا
والواقعة ودو المسقومة أهلي حناضل العركة وشراب زقومة أهلي السمت في النايبات أهلها وقومة تهاب أقدامنا أرض المعركة الملغومة أنحن الجن ونحن الحن وقولت يابا نطرب يوم سود الموت تسلا يابا دفاع الرقاب ما درعونا نيابة شوم للشوم وقت الطيبة أهل الطيابة ما فينا العروض جارات وفد يوم خانة عرضانين وسمتانين وفينا سخانة مرضا فينا ما بتداوى بيش فخانة كوننا في اليباس واللي امواتي تخانة صح مرين بنقبط في السدر شقاق وصح دكرنا للفقر المكان شقاق صح عارين نتور في القلب بقاق ومارقين للشدايد وروحنا في الطقاق ومارقين للشدايد وروحنا في الطقاق. يا سلام يا سلام، تحية لك. ونحن يعني بنتكلم عن المفردة الشعبية في الشعر دي، يعني يمكن في جدليات كده دائما بتسمعي بها في انه الشباب بيجوا في الشعر الشعبي او في الدوبيت بتكون في مفرد يعني مجاره للموجود، فما بقت في المفردات المغلة في المحليه دي، ودائما بيتكلموا عن انه هو ده دور الشعر ودور الشعر الشعبي بشكل خاص، انه يعرف الاخر بالمفرد الشعبيه اللي هي حقه البلد ذاته المحليه. ايوه طيب، يمكن الرباعيات بيقولوا كل شيء عنده ناسه. يعني انت مثلا عندك مثال، انا زولة اتولدت في المدينة وتربيت في المدينة، والفرق بيني وبين ناس المدينة اللي ولدوا ويتربوا فيها اني انا نشأت نشأة ريفية. كيف يعني؟ انا قلت لأستاذ الهند عز الدين له التحية، قال ما تشوفوها كده تطعورة وسهلة لكني زولة مدينة وبتاع. انا ما مشيت للبلد، لكن البلد يعني في بيتنا، صح؟ يعني كانوا ضيوف البلد. انت ما هي ثقافه بتستقيها من المحيط اللي حولك، صح؟ اذا البيئه اللي حولك هم ناس البلد، يبقى قعدتك هنا ولا مشيك هناك واحد. وده الكلام اللي بيخلي يمكن التحيه لكل القبائل السودانيه اللي عندها لهجاتها يعني. فبتلقي الرطانه دي رطانتهم ما بينسوها. ليه؟ لانهم هم محيطهم نفس البيئه اللي هنا هناك عندهم. ويبقى الاهتمام يعني هو ذاته محبه صاحب المفرده في انه محبته للمفرده صحيح المحليه وانك تحافظ عليها. بالنسبه للدوبيت انا ما بعرف، انا ذاتي ما زولة ضليعه عشان اقدر افتي، وانا قاعده اقول انه اضعف كتابه بكتبها هي الرباعيات. وانا عارفه انه يعني اي زول بيعرف في امكانياته قدر شنو في اي حاجه، فعشان كده ما بقدر افتي فيه. ولكن انا ضد انه إذا القالب ده لقيته بيكتب حاجة معينة وبيحافظ على مفردات معينة حقت بيئة، أنت شيل القالب ده ذاته اللي بتكتبه ده، أشبعه بمفردات بيئتك وامرقه للناس. كده بتكون عملت اثنين، كتبت شعر فشيت غبي أنت الشعر عندك، وشلت مفرداتك وصلتها للناس. بعد ده بيبقى فيه طموح لأنه أنا سمعت حاجة نفسي أعرف معناها شنو. أنا قاعد أعمل كده هسه، أنا عندي مفردات كثيرة بقول يا ربي دي معناها شنو. فما عيب إنك الناس ما يعرفوا حاجتك، صح؟ لكن المشكلة انك انت تجاري الناس بنفس لغتهم، تخط او لهجتهم اللي بيتكلموها تخط لهم حاجة تعرفت بانها بتاخد حاجات البيئة الواحدة. وده دورك يعني ذاته في انه انت تعرف الناس بالثقافة الشعبية دي، صحيح. جانب ثاني خلينا نتكلم عنه قبل بدينا الحديث عن الاغنيات ومجموعة من الفنانين يتغنوا لنضال، فكنا برضو بنسأل منوه اللي بتغنى بمفردة نضال يعني. وجانب ثاني كمان الالحان. طيب الأغنيات. أنا مقاييسي للقصيدة عشان تغنى في ثلاثة أعمدة أساسية كده بتقوم عليهم الحاجة. الغرض إنك توصل رسالة. إذا أنت كشاعر قادر توصل رسالتك النصية تماما، يبقى معناتها في تكملة كده بيكمل الفنان. القصيدة الغنية دي ثلاثة أركان: الشاعر، الملحن، الفنان. إذا الشاعر كتب القصيدة وبقت سمحة، الملحن عجبته لقى روحه فيها ولحنها كما ينبغي لها أن تلحن، الفنان أداها كما كتب شاعرة ولحنها ملحنة وبإحساسه هو أضاف عليها، يبقى كده أنت خلطتك اكتملت. يبقى معناته الجمهور بيكون لقى له حاجة خرافية وانت وصلت رسالتك اللي عايز توصل تماما. لكن ما تبقص حاجه الزول يعني. شاعر كتب قصيدته سمحه، اذا الفنان اذا الملحن ما لحنها كويس او الفنان ما اداها كويس، يبقى معناتها خصما على القصيده بتموت. عشان كده بتلحني؟ لا، انا بلحن من انا بالمناسبه اول قصيده قلتها وعمري 10 سنه غنيتها ما قلتها، قام يمكن قلته من 2006 و2007. ف
اللحن قديم عندي قبل القصائد ما اكتمل نضجها. آه. فالتجربة اللحنية وزي ما قلت لك اللحن إحساس. يعني أنا ما بقول داير ألحن برضو القصيدة بتجي ملحنة أو أنا بقرأ في قصيدة بقول كذا اللحن ده جاء عليها أن أقوله اللحن. فتحية لي أبو أحمد من هنا وهو أنا قاعد أقول اللحن بيقول لي اسمه اللحن اللحن بقول لي ما بعسيم حلقي يعني أنا بتونس. فاللحن ده بيجي زي ما هو زي ما هو داير يعني. فالتجربة الغنائية كانت أول زول غنى لي ضياء الدين السير اللي هو التحية غنى لي اشتقت لك. اشتقت لك كتبتها وانا عمري 16 سنة بشليقة طبعا. اشتقت لك كتبتها عمري 16 سنة لحنها ضياء الدين السير 2008 وتغنت وسجلت في القنوات من وقتها. الحاجة الثانية كانت 2009 أستاذ نسيف الجامع عليه التحية وبرضه من الناس اللي أثروا اليوم التدشين بتاع الديوان بغنائه وعدتك بالمطر والليل. لحنها هو وأداها ضياء برضه لحنها هو وأداها. بعد ذاك بقت الحاجات متوالية يعني خلاص حاجز انكسر كده. فغنوا لي غنوا لي غنوا لي أسامة الحوري اللي هي أبوي قصيدة أبوي حاجة جميلة جدا ملحمة غنائية. بعد ذاك التاريخ يعني بمرور الزمن غنى لي منتصر وعنده لسه ما مرقت الحاجة ومنتصر هلالية ليها التحية مكارم بشير ليها التحية فهيم عبد الله ليها التحية وخالد جبريل شقوري ده كلماتي ومكارم كلماتي والحاني أغنيتين فهيمة أغنية واحدة كلماتي والحاني والقبلهم ديل هم لحنوا بطريقة كلهم فده لحد الآن دي عصارة كده تجارب الغنى واللحن. جانب تاني خلينا نتكلم عنه يعني دائما بنتكلم عن نضال الشعرة نضال الإعلامية يمكن تجربة قهوتنا لأنها هي في إطار الشعر لكن خلينا نتكلم عن الكتابة الصحفية يمكن هي يعني تجربة بتقدم نضال الإعلامية يعني أكثر من إنه قهوتنا لأنها قهوتنا في ذات الإطار في ذات القالب أي الشعري. التجربة الصحفية كانت 2010 أغسطس. جاتني كتر خير الله يديها الصحة والعافية أستاذة داليا الياس اتصلت علي وقالت لي إنه أنا داليا الياس وطبعا مشروقة شديدة أنا كده داليا الياس كيفك؟ فقلت لي دايرينك تعالي الجريدة جيت قالت أستاذة الهندي وطرحوا علي فكرة إنه ليه ما تكتبي؟ قلت لهم أنا عندي ما بعرف أكتب كمان أكتب عمود صحفي قالوا لي يا توم ما بقدر. فأستاذ الهندي قال لي كده أنا حاسة إنك أنت بتقدري. قلت له أنا عندي قصاصات في الدولاب يعني كل ما أحس إني داير أكتب قصيدة والفكرة المفردات مستهلكة والفكرة موجودة أي واجعاني شديد فبقوم بكتب. قال لي كده جيبي محاولاتك دي فقمت أديته منها نماذج. فقال لي دي الحاجة اللي إحنا دارين شكل مختلف للكده ما دارين إنك تقرير ولا دارين كده دارين حاجة مختلفة يعني. فمن دي قلت له ما بقدر اكتب يومي قال لي حاولي قلت له اديني اسبوعي قال لي حاولي يوم بعد يوم فلقيت روحي بكتب يومي من اغسطس 2010 لحد تقريبا ديسمبر 2012 انا ما احتجبت الا مرات بالعدد. جميل جميل. فلانه ما حسيت اني بكتب ما بتعب عشان اكتب هو احساس بكتب صح. احساسي بس صح. وهي تجربه مميزه وتجارب استمرت لحد الان الحمد لله مرات بطعيمه بالوجع يعني يعني مثلا ماشيه في الشارع لقيت موقف ما عجبني بكتب عنه مشيت الحل لقيت الكهرباء قاطعه 4 يوم بهابش ناس الكهرباء اصلا يعني بتبقى هم الناس جزء من كتابه النساء دائما كده متهمين بانه الشجن والحزن فيها كثير حرج على الكلام ده لكن كل المبدعين بالمناسبه اي نسمع شعر نسمع. طيب اقرا لكم من هنا. طيب ساي بس اختيار عشوائي. طيب والرملة شابي تتعوق ليك لقيتك شوف والعين بتكابس كان تلقى له طريقة شوف والضل راجيك والرماد من شر نهار بتناتق في فسحات الليل تناتق في فسحات الليل تتنحنح كل ما طل وشيك وانا زي وجع الغاشيها مخاض الدردق كل من دفق الخوف وتحوض راكة وأمشي وجيك لقيتك ليل وصبر ممحوق وحي حطفال إحساس الريد يتراوح بين الشوق والشوق
سميتك آخر نطفة آخر نطفة تفج نيران اللهفة تطير لا فوق تتشكل صورة كائن حي من صلب الحلم الحي مخلوق سميتك روح وبنايا ولوح موية وجلد الأفراح محروق سميتك ريد نقاط وريد وبيان قروناس السوق في السوق سكت بنات الدم بالهم وعلمت ضجيج حول ماليني هجس كل ما تمر ويروق وبنيت لك عاشر بيت في البيت رصيت لك ما أوتيت من قدر عشم لي بكرة وجبت الشوق أعرش ببناك أنا جبت الشوق أعرش ببناك والساس كان جد جد أم تنساس كان عرق إحساس ووفا وإخلاص تقدير بالكوم ومحنة وشايلينك في الراس وكيف تاني أسميك المعشوق كيف تاني أسميك المعشوق إيش جيه يا سيدي وريدت إيه ود إيه وهيام إيه يا تهول ممكن يقدر يوصف إحساسي المالكة يعني ويا تحرف قول بيني وبينك ما بدأ زي تكوين إنسان كان طفل وشباب شاب تاني خريف البيني وبينك البيني وبينك ما كان ريد أكبر من إنه يقولوا كلام وأكبر من مسكة إيد وسلام ليزول شان شوفته العين بترف البيني وبينك حاجة محل ما تطبق فوق زمن بتزيد حاجة بتتقسم بين أحزاني مقاطع خير وبشارات عيد ومحل ما تكبر في وجداني محل ما تكبر في وجداني تزيد سنين الشوق قوة وتغرف لها من القدرة غرف البيني وبينك يا إنسان فرقت فرقة ولقية وغفران حاجات بين خوف وسكون وأمان وعذاب حواء ورحلة آدم أنا ما بتربطني معاك كلمات تتبختر بين حيشان الفم أنا بيك بيربطني مزيج حاجات أرقد وتفرش شوقك لي أتغتابك والدنيا شتاء أسندبك حيلي وشيلك سيف والدنيا برد حر ولا خريف جود بموجود أن يشبع ضيف تربو الجوع واللقمة عدم أنا هسل بيني وبينك شي أقرأ ولو قادر في وشي واسأل إيقاع خطواتي عليه إضمين الخوف وقتين أمشي وأسأل بغادر رحيح الدم البيني وبينك لا بنسمى ولا بنعد ولا بنشاف البيني وبينك حاجة بتديك ما تحتاج من سيد ريدك حس زول يتعباب وريدك زول تضحك شان عباك حنانه يقول لك ده شوية ويزيدك شان لا يغشاك في قرب عذاب زي ما عانيت لا جنبه تخاف وأنا كنت بحنس في الشارع بحنس في الشارع ما يفتح حضنه ويلم الناس وما يعرض سره على العابرين شان يبقى ظريف وحلو والناس أنا كنت بحنس قلبي حناس بحنس قلبي حناس يرجع زي طبعه مضخ الدم يرجع شان يرجع له الإحساس بدل يملى الأوردة كره جفاف وأنا كنت براي كنت براي الحزن الوجع الهم الخوف الألم الحسرة الندم القهر البعزقة سهر الليل أحلام منكسرة وزولة طموحة طموحة مراية سترة ولقمة كسرة عيان عيونة تخان زي رحلة غيم لكن هداهن دمع الشوق نزفا حزن ملصا هدم الأفراح ومشا كفة ولد كساهن قدر الشهوة عفاف يوم جيت والكون واقف حياك ملص نعلاته عليه شرف إنك جيت ومرق بتك حلقوم الفرحة بعد ما كان يابس قحة وعشرق جرن الكلمات في جوف الليل لاصن كايسات لهدمة ديس شواق ليك ما لقينا ورق سطرناك في ذاكرة القول زول روح ومسام مليان حنان ما عندها قدرة تدي عرق أنا عاد من وين غير أضبح عجزي بشبع زمنا أنت عزمت سماي تكفيني وكيف حنكفي الناس القاعدة وراجية تسمل بينك وبيني وكيف حاشوفهم ما دام شوفك وحد ومالي علي ودعيني وين القالي عمر يسترني عشان تالاك أخلص ديني واحزن كيف وانا من لاقيتك كيف الراس للهم راميني وكيف تقري في قلوة حزني وتبر روح منه بتفديني وإنت فضحتني قدام دمع المن طليت واقف راجيني عشان اتحسر واندم وابكي مثل ما كان قبال ما تجيني. يا سلام يا سلام. ودائما الحزن والشجن ده هو المفتاح الأعظم كده للإحساس وللكتابة وللشعر. احنا سعدنا بك جدا والله في الموعد اليوم نضال، كان احتفاء بالريد الحتال الأولى، ونحن بنتمنى كمان ندشن قريب ونحتفي معاك بباقي الثلاثة مجموعات إن شاء الله. فبنتمنى لك كل التوفيق في كل المشوار الحياتي وفي كل مشوار الحرف. شكرا لك جزيلا. كتر خيرك تيسير، وكل الناس اللي شاهدونا كتر خير وبارك الله فيهم، وانا مدينة اليوم بمحبة شديدة وتقدير عظيم. ما بعرف لكن إذا كان النجاح
يهدى، فالأحق بإني أهديهم نجاحي كل الناس اللي قاعد يدوني من وقتهم عشان يسمعوني ويشاهدوا الحاجات اللي بقولها. فتحية وتقدير لكم كلكم، أنا سعيدة جدا كنت بالموعد ده. وإحنا كمان كنا سعيدين بك، وشكرا لكل اللي شاهدونا في الموعد لليوم، كان احتفاء بالريدة الحتال الأولى، وتحدثنا مع نضال في مشاوير مختلفة لوجود الحرف ووجود الإعلامي ومشاركاته المختلفة بالحرف السوداني الأصيل في مختلف المحافل. شكرا لكم جزيلا، وهذه الشرفات المسائية دائما تطل على كل مدائن الإبداع. هذه تحياتي وفريق العمل، في أمان الله.